هي صفة متعلقة بتاريخ الحياة على الأرض كلها. الصفة دي إن هو يعطي فرصة تانية. الله يعطي فرصة تانية. إيه هي بقى القصة؟ أنتوا عارفين طبعا لما آدم أخطأ ربنا ما هلكوش، كان ممكن يقول خلاص آدم وحواء أول اتنين وغلطوا وما حصلش من بعد كده لسه نسل، كان ممكن يفنيهم ويقول أخلق من جديد. الحقيقة ما عملش كده، إدى آدم وحواء فرصة تانية، وعشان كده صارت الحياة من أول أبونا آدم لحد النهاردة هي فرصة تانية لينا عشان نرجع تاني زي ما كان آدم قبل ما يغلط. ولو خدنا بالنا الكتاب المقدس كله عبارة عن قصة الفرصة التانية، من أول ما غلط آدم لحد ما يجي المسيح في المجيء التاني ياخد الناس اللي استغلوا الفرصة التانية ويدخلهم السماء، اللي المفروض احنا كلنا منهم، المفروض كلنا بنستغل الفرصة التانية دي. الحقيقة قبل ما نتكلم على الفرصة التانية لازم نتكلم على الفرصة الأولى، لأن ساعات كتير بنقول يا رب أنت أساسا ما اديتنيش لفرصة أولى ولا فرصة تانية، وساعات بنتهم الله إن هو بيتحكم فينا ونقول عليه كده يا رب أنت إزاي تجبرني أعمل كده، أنت اللي خلتني أعمل كده، أنا ذنبي إيه؟ الحقيقة لأ، كل اللي بيقول ان ربنا بيدينا اختيار واحد ده غلطان. لو ربنا بيدينا اختيار واحد ما يبقاش ربنا. ليه؟ لانه كده يبقى اثر في موضوع الحرية، لان هو ادانا حرية فما ينفعش يدينا حرية قليلة، ما ينفعش يدينا حرية ناقصة، ولو ادانا حرية ناقصة ما يبقاش هو الله، الله يبقى مين؟ ولاجل ذلك في آية واضحة جدا في الكتاب المقدس يقول كده في أرميا، يقول إيه؟ يقول وضعت أمامك طريق للحياة وطريق للموت، اختار الحياة لكي تحيا. يقول له أنت اللي تختار مش أنا اللي اختار، أنت اللي تختار الحياة مش أنا اللي اختار لك، يا تعيش يا تموت ده اختيارك أنت. اختياري أنا أن أنا استغل الفرصة الأولى. يا ربنا بيديني اختيار ان انا انقي زوجة، انا بقول له يا رب اديني زوجة، فيفضل الواحد يدور 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 لما يلاقي واحدة اول ما يتجوزها وتحصل اي مشكلة ليه يا رب انت اديتني الزوجة دي، لا الحقيقة مش هو اللي اديها لك، انت اللي طلبت منه يديها لك فهو قال لك حاضر على اختيارك. نفس الحكاية لحاجة، الفرصة الأولى دي بتاعتي والفرصة التانية برضو دي بتاعتي، ولو لو غلطت في الفرصة الأولى كفاية بقى، ما ينفعش أغلط في كل الفرص. والحقيقة إن الفرص ربنا بيديها لنا كتيرة جدا، كلمة الفرصة التانية مش معناها الفرصة الأخيرة، لا في فرصة تانية يعني تكرار مش فرصة أخيرة، لأن الفرصة الأخيرة دي ما نعرفش هي إمتى، لأن آخر فرصة قبل ما نموت قبل ما ننتقل يعني هي دي الفرصة الأخيرة. أنا ما نعرفش هل أنا وصلت للفرصة الأخيرة دي ولا لا. المفاجأة أن ما فيش واحد فينا عاش على الأرض استغل الفرصة الأولى صح، دي مفاجأة، ما فيش واحد عاش على الأرض استغل الفرصة الأولى. المسيح بس هو اللي مغلطش، أما كل البشر يقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. الكل محتاجين إلى الخلاص، الكل محتاجين إلى الخلاص، بما فينا الست العذراء، بما فينا القديسين. حتى الست العذراء نفسها قالت إن المسيح اللي جاي يتولد منها هو خلاصي. عشان كده كلنا بقى بصراحة لازم نفكر من أول وجديد، لأن ربنا بيدينا كل يوم فرصة جديدة، وكاتب كده في الكتاب المقدس بيقول لنا لأن مراحم الله جديدة كل صباح. كل مرة بتطلع الشمس عليا ربنا بيقول لي يلا استغل الفرصة الجديدة، فرصة قبل ما تضيع منك. ربنا يفضل يقول للناس
سيروا ما دام لكم النور. سيروا ما دام في فرصه، طالما ربنا موجود معاك امشي معاه. في فرصه ما دام انت حي، في فرصه ما دام انت لسه بتتنفس. يمكن الفرصه دي راحت على الناس اللي سبقونا وراحوا السماء او راحوا مكان الحساب. يا ترى لو واحد بس سالناه، كان انتقل مثلا وسالناه دلوقتي، قلنا له كده تطلب ايه دلوقتي؟ طلبه واحده بس تقولها، يقول ربنا يديني فرصه تاني. هي دي الطلبه الوحيده ممكن كل الناس اللي في العقاب وفي الدينونه يطلبوها، يقول اديني فرصه تاني. اما احنا متمتعين بفرص كتيره جدا، هو يمكن الناس اللي سبقونا يقول يا ريتنا عندنا واحده بس من الفرص دي، يا ريت عندي نص ساعه بس واحده استغلها مظبوط. يا بختكم عندكم ساعات طويله وانا مش عارف استخدم حاجه. يقول كده في الاجبيه، لان ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. مفيش فرصه للي راحوا خلاص، دلوقتي لينا احنا بقى فرصه. كلامي النهارده علشان نستغل الفرصه، مش ان احنا نعرف ان عندنا فرصه، لا، كل الناس عارفين ان عندهم فرصه، لدرجه ان كل الناس بما فيكم انا بستهين بكل فرصه جديده، بستهين بكل فرصه جديده. عارفين زي الراجل الجاهل ياخد كومه فلوس يحطها في جيبه ما يعدهاش، ويفضل يصرف ويبعزق لكن مش عايز يعد الفلوس اللي في جيبه، يقول لسه بدري لسه بدري، وبعد شويه وفجأة ان جيبه فضي وعليه مديونيات كتيره. طب ما انت كان الجيب ده كنت ممكن تبص فيه كل شويه، ليه ضيعت الحاجات اللي عندك؟ ربنا يعاتب الكل، يقول لهم كده يعني، كم مره اردت ان اجمع بنيكم كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. الكلمة دي معناها كم فرصة اديتها لكم، كم فرصة اديتها لكم. يمكن الكلام بتاع الفرص ده اقول عليه لا ده كلام يعني تكراري، صدقوني اذا ما استغلتش الفرصة وبسرعة يكون دي اخر فرصة لي. مش لازم ابقى في نفس حالة اللص اليمين واقول انا ان شاء الله ان شاء الله في اخر لحظة في حياتي ناوي اعمل اللي عمله اللص اليمين. اول ما احس كده بالموت داخل عليا هقول اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، مش هلحق. وحتى لو قلت كده هل ده معناه ان انا استغلت الفرصه؟ لا، ده انا ممكن اكون بقولها بالكلام بس، انما استغلال الفرصه الثانيه هو ان انا اقول زي الابن الضال لما رجع الى نفسه قال ايه؟ قال أقوم الآن وأرجع إلى أبي. فرصة، أقوم الآن وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه. كان ممكن يستنى تاني وثالث ورابع. عشان كده الاستهانة بالفرصة التانية يحذرنا منها قديس بولس الرسول، يقول في روميا، يقول إن احنا بين بغنى لطف الله وإمهاله، غنى لطفه وإمهاله، يدينا مهلة، ادينا حاجات كتيرة فرص كتير. وغير عارف ان لطف الله انما يقتدني الى التوبة، لان من اجل قساوتي وقلبي غير التائب بدخر لنفسي غضب في يوم الغضب. يعني كل فرصة انا بضيعها الحقيقة قصادها بخزن غضب من الله، بخزن غضب من الله. الله يعني ربنا مش بيسامحني؟ لا بيسامحني، بس امتى؟ يوم ما استغل الفرصة. لو استغليت الفرصة مظبوط وتبت، كل غضب الله ده اللي بيتكلم عنه بولس يروح خالص، يتلغي. صحيح ربنا بيقول لي بلاش تستهون بالفرصة التانية، لكن برضو بيقول لي بلاش تخاف قوي لدرجة الرعب، لدرجة ان انت تبقى بتعبدني نتيجة خوفك للفرصة تضيع. يعني ايه؟ ساعات الواحد يفضل يجي الكنيسة لانه خايف،
لحسن ربنا يغضب عليه. لا، الحقيقة مش ده المقصود يعني من الفرصة التانية. الخوف ده بس البداية، يعني يقول كده بدء الحكمة مخافة الرب، ده البداية بس. انما لما بدخل استغل الفرصة بجد بتاعت التوبة، بدخل في حب مع ربنا، بدخل في حب لدرجة ان الحب في وقت من الاوقات يشيل الخوف بره. ما بقتش جاي عشان خايف، بقيت جاي عشان بحبه. يقول لا خوف في المحبة، لان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. لا خوف في المحبة، لان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. ولو كنت النهاردة انا جاي لربنا خايف، ربنا ياخدني من ايدي يقول لي بص بقى انا موافق ان انت خايف، بس امشي معايا شوية وهدوقك جمال العشرة معايا. يعني مثلا ربنا ادى فرص كتيرة خالص لبطرس الرسول، كل مرة يغلط فيها يديله فرصة جديدة. كم مرة غلط في الكتاب المقدس؟ فيه غلطات كتير لبطرس، يا ما اندفع ويا ما قال للمسيح كلام كده ما هوش قد كده. في مرة من المرات قال له حشاك يا رب، لما ربنا قال ان انا هتصلب قال له لا حشاك ما يصحش، فربنا انتهر بطرس قال له اذهب عني يا شيطان. الله، وبعد كده رفضه مشاه قال له ما تتبعنيش تاني، لا اداله فرصة تانية. راح في وسط التلاميذ وبشر باسم المسيح، ورجع اول نوبة بيقول للمسيح في وسط التلاميذ كده بيقول له كده وجدنا انسان يخرج الشياطين باسمك فمنعناه. قال لهم لا غلط، ما تمنعهوش، ما ينفعش تمنعوا واحد بيقول عليا ازاي كده، ازاي بيخرج شياطين باسمي وتمنعوه، مالكوش دعوة. الله، يعني كمان دي غلطة؟ اه دي غلطة. ضبط يا بطرس؟ اه. شلت سلاح؟ اه. قطعت ودن عبد؟ تمام. انكرتني 3 مرات؟ ايوه. وكل مرة ربنا يديله فرصة جديدة. لكن الحقيقة مع كل فرصة جديدة كان بيستغلها بطرس كان بيدخل في الحب معاه، حتى ان بعد الفرص دي كلها وصل لحب كبير. فالمسيح سأله سؤال واحد في الاخر، قال له يا سمعان ابن يونا ايه؟ اتحبني؟ استغلت كل الفرص بقى، عرفت بقى ان كل فرصة جديدة معناها ان انا بقدم لك حب جديد، ولا معرفتش؟ فقال له نعم يا رب، انت تعرف اني احبك. في يوم من الايام هدخل الى العمق مع استخدام الفرص، حتى لو كنت انسان خاطي، حتى لو لسه ما تخلصتش من كل الخطيه، انما ربنا قادر يدخلني للعمق كل يوم. الحب بتاع ربنا ده يبان مثلا لما اب يعمل لابنه فرصة جديدة. تلاقي الولد رايح لبابا يقول له بابا، يطلع الولد في الاول خايف، بابا انا كسرت الازاز بتاع المراية، كنت بلعب يا بابا والكرة خبطت في الازاز. الاب ده لو حنين اول حاجة هيقولها له ايه؟ هيقول له وانت اتعورت؟ وريني اتعورت يا ابني. يقول له لا يا بابا الازازة اللي اتكسر. يقول له المهم انت سليم؟ يقول له اه سليم. يقول له فداك يا حبيبي، فداك يا حبيبي. فالولد يتفاجئ، هلا انت مش هتضربني؟ انت مش هتعاقبني؟ هو انت مش هتزعل؟ هو الموضوع ده مش فارق معاك ولا ايه؟ هي المراية دي مش غالية؟ يقول له لا انت اللي اغلى من المراية. فعشان كده الابن يختبر الحب مع ابوه لما يديله الاب فرصة تانية. عشان كده مطلوب مني ان انا اختبر الحب مع ربنا في كل مرة ربنا بيسامحني فيه. كم مرة اعترفت طيب؟ كم مرة رحت لابونا وقلت له اعتراف؟ طب كم مرة ابونا صلى لك التحليل؟ في كل مرة ربنا بيقول لك برهان ودليل عن الحب بتاعه ليك، بيقول لك زي ما انا اديتك تانية ادخل بقى اشتغل بقى. ساعات الحقيقة ابليس بيلعب معانا لعبة بايخة، بيقول لي مفيش فايدة، يقول لي مفيش فرصة تانية، راحت باظت خلاص، كله ضاع كله ضاع. عشان كده احنا بنتكلم على بطرس الرسول انه شاطر في استغلال الفرص التانية، اما يهوذا الرسول برضه، يهوذا الرسول الاسخريوطي، ايه بقى اللي حصل؟ الشيطان لعب في دماغه قال له لا مفيش فرصة تاني، قال له ذنبك اعظم من ان يغتفر.
ما ينفعش بعد اللي عملته ملكش توبة. المسيح ما بقاش يبص في وشك تاني، مضى وشنق نفسه. مطلوب مني ما صدقش الشيطان لما يجي يقول لي انت ضعت، اقول له لا، ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ولو كنت انا هالك، ربنا جاي مخصوص عشاني، يقول ابن الانسان لم يأتي ليدعو ابرارا بل خطاء الى التوبة. وشجع نفسي واقول لا، ربنا بيحبني لسه وانا هقوم تاني. طب لو الشيطان قال لي براحتك اغلط، ما هو في فرص كتير، اقول له لا برضو، انا مش عارف هل دي يمكن اخر مرة في حياتي ولا لا، اغلط وبعدين. طب لو ربنا قال لي اعطيني حساب وكالتك، وانا متفاجئ ان انا كنت لسه عامل في حسابي بدري، زي الرجل الغني اللي بيسميه الكتاب الغني الايه، الغني الغبي، قال يا نفسي كلي واشبعي وافرحي، عندك فرص كتيرة، عندك خيرات موضوعة لسنين عديدة. فجه ربنا في نفس اليوم قال له يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون. ساعات الواحد كده بنشوف ناس، يعني الواحد بيبقى مكسوف يقول له، واحد كبير في السن وبيعمل عمايل مش قد كده مثلا، والواحد يقول له ايه، يقول له استغل الفرص دي بتقل، يقول انت بتفول عليا يا ابونا. اقول له طيب روح الكنيسه، يقول لي ان شاء الله. انا في بالي اقول ان شاء الله امتى، ما هو انت ما الواحد ما يعرفش. استغل الفرص، استغل الفرص. اللي بيمنع الفرصة الجديدة ان انا استغلها شوية حاجات، بيكون عندي فرصة لكن ما بستغلهاش. رقم واحد احنا قلنا عليه، الشك في محبة ربنا، زي يهوذا قال ربنا بطل يحب فما استغلش الفرصة التانية. برضو الواحد لما يكون عامل كده مثلا عملة، والعملة دي يترتب عليها عملة تاني، والغلطة تكبر، وانا ربنا مديني فرصة اتوب عن كل الغلطات، فلما ابص للكومة الكبيرة اللي عليا دي اقول ايه، مفيش فرصة. هو انا امتى هرجع تاني وهتوب عن كل خطية من دي؟ يعني معنى كده ان الفرصة التانية بتروح لو بصيت على المشكلة ما بصيتش على الحل. لو بصيت على المشكلة وما بصيتش، لو بصيت على المسيح اقول كل حاجة تنفع تتصلح، كل حاجة تنفع تتصلح. ربنا ده فخاري عظيم جدا، يقدر يرجع الطين، الفخار اللي اتكسر لطين ويصنعه من جديد. كل الناس ما تعرفش تعمل كده، اما ربنا هو الوحيد اللي يعمل كده. لازم اثق فيه شوية. الحاجة اللي ما بتدينيش برضو، اللي بتقطع عليا الفرصة التانية، ان انا مش بغفر لغيري، ان انا مش بغفر لغيري. الحقيقة القصة دي بالذات عايزين نركز عليه، ودي اخر حاجة هقولها. السيد المسيح حكى مثل وقال انسان عبد كان مديون ب10,000 وزنة لسيده، فراح لسيده يبكي بيقول لي امهلني فأوفيك الجميع. 10,000 وزنة، ما يقارب يعني ملايين الجنيهات بالوضع بتاعنا، يعني بالزمن بتاعنا ملايين. هو ازاي عبده مديون المديونية دي كلها، صرفهم في ايه؟ ربنا بيقول يعني ان في واحد بيبقى مديون مديونية كبيرة عليه خطايا كتيرة. والراجل قال اديني فرصة فانا يعني انا اعطيك الجميع، يعني انا هسدد كل حاجة. هو برضه فاكر انه بإرادته وبقوته هيقدر يسدد، ما يعرفش ان السيد بتاعه هو اللي يقدر الوحيد اللي يسدد، هو فقير ويفضل فقير. لكن قال لسيده اديني فرصة تانية، فالسيد سيد العبد ده قال له خلاص ماشي، يلا اديك فرصة تانية. الراجل ده بقى راح ايه، سيد المسيح بيحكي المثل بيقول العبد ده طلع من هنا لقى واحد عبد تاني، كان العبد التاني ده مديون له برضه بس بمبلغ صغير قوي،
مبلغ صغير قوي. فمسك في رقبته وقال له مانيش سايبك، لازم تديني، يعني لازم تديني. قال له معيش، اديني فرصة تانية. فالعبد بقى قال لا، ما اديلكش فرصة تانية، ما اغفرلكش ابدا. فخلاص الراجل العبد التاني ده اتسجن، والناس حكوا للسيد قالوا له الراجل اللي غفرت له ملايين الجنيهات ده عمل ايه؟ ما اداش فرصة تانية لواحد. فالسيد المسيح حكى وقال ان السيد جاب الراجل العبد ده قال له بص، مش انا سامحتك، ما سامحتش غيرك ليه؟ ادخل يلا قوف الدين اللي عليك، مانيش مسامحك. لو غفرت للناس ربنا يغفر لي، ان لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلتكم. فده المعوق اللي بلاقيه، انا ليه مش باخد، مش بستغل الفرصة التانية؟ لان انا لسه في قلبي حاجات لناحية الناس، مش عارف اغفر، مش عارف انساه، فافضل اجي عايز اقوم، عايز اتوب، مش عارف ادور جوايا الاقيني لسه شايل فلان وعلان وترتان وفلانة وعلانة وترتان. ناس كتير بقى كده. وافتكر يا ترى بقى النهاردة ربنا بيقول لي عايز تستغل الفرصة التانية؟ بص جواك ونظف جوه الاول، خليني اشيل من قلبك الشوكة بتاعت عدم الغفران، قوم ايه اللي يحصل؟ تاخد الفرصة التانية. يقول كده المرأة الخاطية غفر لها كثيرا لانها احبت كثيرا. لو كان في قلبي حب ربنا هسامح الكل، هسامح الكل، وبالتالي مفيش حاجة تمنعني من ان انا استغل الفرصة التانية. ربنا يدينا ان احنا نستغل كل قداس وكل اعتراف وكل صلوة بالأجبية وكل اجتماع في الكنيسة وكل عظة نسمعها، ان تدينا بداية فرصة تانية. ربنا يدينا لحسن نيجي في اليوم الاخير نقول له يا رب كل الفرص ضاعت، لا النهاردة نقول له يا رب هنبتدي معاك فرصة تانية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور، آمين. ونيات خنو مسمين يسوى بتبعي وبي ويبي ويكاطا ببران نمن راتي انت بخريستو صارب لزبابي ناري يقون شتبتل انت صوتو قسماري اسمامي تير انفكان النوم ناني بلتو بهم بشوي ساري يقون ونا شوي سنيوت نابو السولوس نمبسي بنتين ما سيتي ستفكان النوم ناني